رومانسية أسامة وشيرين في ريبوستاتهم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع شلة دبي اللي اجتمعوا مبارح في لعبة السيارات. نمر أيضا إلى شيرين بيوتي وأسامة مروة، وليش أسامة اتعصب على شيرين؟ القصة ما فيها إنه شيرين قامت بعمل ريبوست، كان هذا الريبوست باللغة الإنجليزية وكان يقول: في كل مرة تغضب مني تأكد أن الشخص الذي تغضب منه هو هكذا، وكان مقطع لفقمة حتى ورد بإيدها وكيوت، بمعنى إنه شيرين عم تقصد إنه اللي بتعصب منها هي كيوت، والجمهور علق على هذا المقطع بـ أوسي تعصب منك يا شيرين ليه؟ أما أسامة بدوره فعمل ريبوست، كان هذا الريبوست كتير رومانسي لأولاده المستقبليين، وكان التصميم يقول: بكرة يتزوج ويعقل ويصير أب كويس. ويذكر أنه كل ريبوستات أسامة وشيرين عن أولادهم المستقبليين وعن ارتباطهم، وهذا الشيء اللي بيخلي الجمهور يتحمس أكتر لخطوبتهم، حيث بيشوفهم الجمهور أنه هنن ثنائي كتير لابقين لبعض والأجمل على السوشيال ميديا. فشو رأيكم؟